ازيكم؟ عاملين ايه؟ في فيديو جديد النهارده ان شاء الله هتكلم عن الثانويه العامه. اي كلام اقوله، انا بس كاتبه الحاجات اللي انا هتكلم فيها، فهتلاقوني متوتره شويه. اكتر سؤال بيتسال يعني سنتر ولا اونلاين؟ انا مش عارفه سنتر ولا اونلاين، انا عايزه احافظ على وقتي بس نفس الوقت انا مش عارفه انا هقدر اسيطر على مذاكرتي ولا لا. هو مبدئيا وبلا شك احسن طبعا حاجه الاونلاين، بس هل الاونلاين انا هقدر ما راكمش فيه؟ انا بقى راكبه على نفسي ان انا اخلص الواجب واشوف الحصه كامله وابصحح لنفسي، هل انا هقدر اعمل ده؟ لو الاجابه اه يبقى اه اونلاين وش، هيوفر وقت كتير قوي بالذات في الاول، في اول السنه انتوا بتبقوا محتاجين وقتكم ده علشان تركزوا، ويبقى هدوء بقى مش اللي هو خروجات ونزول ونشوف ناس. قللوا بجد، قللوا ان انتوا تشوفوا ناس فتره الثانويه العامه دي، ما تعرفوش ناس، هتضيع الوقت في ان انتوا تقفوا طابور عشان تحجزوا الحصة، بجد بيبقى طابور متعب جدا. المشاكل اللي بتحصل جوه القاعة، المستر ممكن يزعق او يتكلم في حاجة تانية برا الحصة. في اول السنة خلينا اونلاين، لان انا شايفة ان الاونلاين بصراحة احسن كتير مع كل المدرسين، حتى مثلا اللي هياخد مع ضيف او نصر البطل هما بيتوش غير اونلاين اصلا. وانا كنت شغاله معاهم حلو جدا وكنت فاهمه كويس قوي، مفيش حاجه اسمها انا مش عارفه اسال، لا انتوا بتسالوا الناس بترد عليكم في ميني جروبس بتبقى عندكم في واتساب، وفي رقم تتصلوا بيه على الارض حد بيتكلم معاكم، والموضوع سلس جدا وسهل. لكن انا شايفه ان نزول السناتر في اول السنه ده تضيع وقت على الفاضي، وواحد بتضحكوا بيه على نفسكم. بالنسبه لموضوع الحجز والحاجات دي كلها، يا جماعه انا رحت حجزت، انا وصاحبتي رحنا، احنا حجزنا واحنا بنمتحن لسه في ثانيه ثانوي، رحنا حجزنا في شهر 4 تقريبا دروس ثالثه ثانوي. بجد انتوا بتدفعوا فلوس على الارض، بندفع اي دي للسنتر بس 200 جنيه غير الحصه، في سنتر كده ثاني متخلف كان بيقول 100 جنيه ليه هو على اي مدرس هتحجزه معاه غير نص ده عن الحصه مبدئيا يعني. فده بصراحه انا مش هقول اسماء لان ان شاء الله يبقوا غيروا الموضوع ده، بس محدش بجد يدفع فلوس في الهبل ده. انتوا بتخشوا الحصه عادي وبتدفعوا مثلا بالكتير قوي قوي لما يبقى ايه 30 جنيه سنتر، وتمن الحصه بقى اللي هي على حسب انتوا بتاخدوا حصه ايه بكام. ده غير ان انتوا ممكن تعملوا اي دي مع سنتر، بس ده لما تبداوا الدروس ويعني يبدا خلاص انتوا اوريدي في السنه، فمحدش معايا يحجز، محدش يعمل حاجه، بداوا عادي جدا مع المدرسين في شهر 9 في نص 9 او في اول 9 مش عارفه يبداوا امتى بالظبط. ما بلاش بقى شغل اللي هو الدحيحه قوي دول، لان بجد الدحيحه دول مش ما بيظهروش في اول السنه، اول السنه كلنا زي بعض في الاخر. هي بقى اللي بتفرق. بالنسبه للكتب الخارجيه، محدش يجيب كتب خارجيه، انتوا حرفين كتب المدرسين كلها من الكتب الخارجيه، يعني كل الاسئله بلس اسئله ثانيه من بنك المعرفه جايبين من كل انواع الكتب، فملهاش لازمه لان انتوا هتحلوا نفس الاسئله وهتضيعوا وقت. انتوا بس حلوا كافكار، يعني هو مش بعدد الاسئله قد ما بعدد الافكار. وكده كده اصلا في المراجعات انتوا هتشتروا، يعني ساعات المراجعات انتوا لازم تشتروا بقى الكتب الخارجيه اللي هي المعاصر، بينزل الاسئله وحاجات كتير قوي بتاعه الامتحانات وكده، دي بقى ممكن تاخدوها تحلوها بجانب الملازم بتاعه المدرسين تمام. لكن في اول السنه بجد انتوا مش محتاجين، الدنيا ابسط من كده بكتير. يا جماعه ثانويه عامه مش بعبع ولا اي حاجه، السنه زي اي سنه. وكمان يعني انا كنت بشوف ان مثلا انا مثلا شايفه ان ثالثه اعدادي اصعب من ثالثه ثانوي، ما تسالونيش ازاي، بس احنا فكره الضغط والتوتر ان هي اخر سنه لينا في التعليم ونفس المجموع والكلام ده كله، لكن بجد الموضوع ابسط من كده بكتير. وتاخدوا انتوا هتاخدوا اقلام الشمسيه ولام القمريه، حاجات تافهه جدا، وحاجات في العربي تافهه جدا، يعني العربي ده ما يغركوش بقى ان حصص طويله والكلام ده كله، بجد العربي سهل جدا، سهل قوي ان انتوا تجيبوا فيه درجه حلوه، يعني ما تفتكروش ان العربي حاجه صعبه بغض النظر عن حاجاته الكتير. هو اه تكتبه كتير وبتاع، بس بجد في الامتحان بيبقى حاجه سهله جدا بجد. اما انت هتذاكر حاجه انت اكيد هتروح تلاقي في الامتحان حاجه انت ذاكرتها، بغض النظر عن مستويات الاسئله. ما تحكموش باللي حصل السنه دي للناس اللي قالت اتظلمنا وذاكرنا وعملنا وسوينا، ما حدش يعني. انا دلوقتي داخله ثالثه ثانوي، انا خلاص انا ناسيه اي حاجه انا سمعتها شفتها، انا دلوقتي داخله السنه هذاكر وهعمل اللي عليا والباقي على ربنا. ده لازم تحطوه في دماغكم، ان ما نقولش لا خلاص مش هذاكر طالما كده كده بيتساوي كلهم مع بعض، اللي ذاكر باللي ما ذاكرش في اخر السنه. محدش يقول كده، لان انت ما تعرفش ساعتها هيحصل ايه، ما تعرفش ممكن الامتحان يجي سهل عشان ما ذاكرتش، هتضيع من حياتك فرصه، يعني فرصه انك تدخل الكليه اللي بتحلم بيها او الحاجه اللي نفسك فيها او انك تفرح اهلك. عودوا ان انتوا هتواجهوا صعوبات جدا في السنه دي من ضغط بس كلام الاهل والحاجات دي، بس كل ده يا جماعه خليكوا كده رايقين مع نفسكم، بتذاكروا تخلصوا المواد اللي عليكم. انا دلوقتي عندي حصه اونلاين هشوف اخلصها، هعمل الهوم ورك بتاعها اخلصه واصححه تمام خلاص. انا النهارده كده خلصت الواجب اللي عليا، بس اعمل بقى اللي انا عايزاه بقيه اليوم.
ممكن اخرج مع صحابي، ممكن اقعد على اتفرج على فيلم، اكل، اقعد مع اهلي. والحاجات اللي انتوا مثلا دلوقتي ممكن تشوفوها تافهه ان انا اقعد مع اهلي او اتفرج على فيلم او كده، هتعرفوا قيمتها في نص السنه، في نص السنه وفي اخر السنه هتعرفوا قيمتها كويس قوي. هتعرفوا انتوا بجد نفسكم في 10 دقايق كده تقعدوا من غير ما تعملوا حاجه. حاولوا تستشعروا النعم اللي حواليكوا كويس قوي من اول السنه علشان مش هتحسوا بيها بعدين. مش بخوفكم والله، مش بخوفكم، بس انا بتكلم جد. يعني اكيد في نص السنه حتى لو كنا بنذاكر برضه هيبقى في توتر، طبعا بنحاول ما نتوترش، بس ده حاجه احنا مش بايدينا، اكيد كده كده هنتوتر. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا في اول السنه نبقى ماشيين كويس، ما نركمش مواد، نخلص الواجبات، نصحح. اهم حاجه الحل الكتير، حصص الشرح دي انتوا ممكن تفهموا منها 50% ما تبقوش مركزين فيها قوي، بس بحصه الواجب انتوا هتقفلوا الدرس اللي خدتوه، خلاص انا فهمته وكل افكاره، وحاجه مش مفهومه اقدر اعيدها تاني في الاونلاين. في السنتر ما عندكوش الاوبشن ده. الميزه الوحيده بس ان انا انزل فيها سنتر ان يبقى في بني ادمين قدامي، انا قاعد اسالهم على الاسئله بتاعتي اللي انا مش فاهمها، حد بعتها لي اونلاين وانا مش فاهمه، مش عارفه، مش عايزه بتاع. طيب ده ليه حل؟ في حل حلو جدا. انا دلوقتي كطالب باخد اونلاين مع مدرس ما، ممكن اروح للمدرس ده في اي سنتر او اي معاد هو بيديه في سنتر جنبي، وهلاقي كميه اسيستنس بالهبل. هروح مع اي حد ويقعد يفهمني اللي انا عايزاه، مفيش اي مشكله، والموضوع سلس جدا. حددوا يوم في الاسبوع تروحوا تسالوا على الاسئله اللي انتوا عايزينها لو دي مشكلتكم في الاونلاين، لكن كاونلاين بصراحه هو احسن بكتير. احنا كان بيجي لنا ناس اول مره اصلا، يعني افتكرت الناس الثانويه العامه في المراجعات، وكانوا بيدخلوهم عادي حتى بيقول لحد لا. فانا مش انا شايفه ان اي حد يروح يدفع فلوس كده. هو بالنسبه بقى لتغيير المدرسين، دي حاجه في قمه الخطر. مدرس اللي هبدا معاه في اول السنه بقدر الامكان تحاولوا تنهوا معاه اخر السنه، تفضلوا ماشيين معاه، لان انتوا هتتعودوا على سيستم ونظام وملازم. لو رحتوا غيرتوا مدرس تاني لازم عشان تقدروا تمشوا معاه تروحوا تتعودوا على النظام بتاعه وتشتروا الملازم، فتدفعوا كميه فلوس على الفاضي. محدش يقول ناخد ماده مع مدرسين، الموضوع ده مشروع فاشل. كل مدرس ثانوية عامة فعلا بيبقى ليه نظام معين، كل مدرس بيبقى حابب ان هو يعمل نفسه شخصية، ده عموما حاجة في شغلهم، شخصية ونظام معين غير اي مدرس تاني. فانا دلوقتي لما اروح اخد مع ده واروح اخد مع ده، انا لسه عندي مواد تانية وانا مش المادة دي بس اللي باخد فيها، فوقتي انا محتاجاه، وقت ان انا استريح، وقت ان انا ما اقعدش اضغط نفسي واحس ان المادة دي صعبة ومش عارفة ايه، فانا مش عارفة اذاكرها. انا بالنسبه لي مثلا كانت الفيزيكس دي انا بكرهها، انا اصلا حرفين بسمع فيزيكس كده بحس بالكهرباء. كنت فيها ايه؟ كنت باخد مع تامر القاضي خلاص شابتر 1 معاه، حسيت ان انا مش قد كده في اخر حته في شابتر 1 اللي هي كرش، فقلت ايه خلاص مش هدخل معاه في شابتر 2 غير لما اخلص الحته دي. فقلت طب انا هاخد مع مدرس تاني، خدت مع عمر زكري، مش عارفه انا عايز اقول اسماء كده ولا ايه، بس يعني عادي خدت مع عمر زكري شابتر 2. بعدين قلت لا انا عايز ارجع لتامر القاضي. بعدين لما رجعت لتامر القاضي كان هو في شابتر 3، وانا كنت يعني شابتر 2 ما خلصتوش مع عمر زكري، واخر حته في شابتر 1 انا ما خلصتوش مع تامر من الاول. فبقى لفيت لفه وكنت هشتري ملازم من هنا ومن هنا، وبعدين ايه لا فوقت كده. وانا كنت اونلاين عشان احل الكرسه دي، اضطريت ان انا انزل سنتر عشان ابقى ماشيه معاهم وابقى بذاكر الاونلاين لوحدي في البيت عشان ما ابقاش مرهقه. فكان بقى في امتحانات وانا ما كنتش مذاكره، لازم امتحن امتحان عشان يرضوا ينزلوني سنتر. فكان حوارات انتوا بينا عنها حرفيا. انا في اول السنه كنت حاسه ان الدنيا لذيذه جدا، بسيطه، اللي هو ايه يا جماعه طب ما الدنيا بسيطه اهي، كنت باخد الحصص اونلاين وبحل الواجب، بس باجي امتحانات الشهور درجات زي الزفت، وانا مذاكره وعامله اللي عليا، اللي هو ازاي اسئله انا مش عارفه تتحل ازاي، اسئله اول مره اشوفها مش موجوده في الملزمه اللي انا بحلها. ده عادي؟ ده عادي. دوسي دي كانت اكتر ماده يا جماعه عمري ما جبت درجه عدله في امتحان الشهر غير مره خدت شهاده، واعلى ماده جبتها في يعني اعلى درجه جبتها. درجات الشهور وامتحانات الشهور والكلام ده كله مش مقياس. لو انت طول عمرك شايف ان انت فاشل، او مش بلاش نقول فاشل، ان انت مش بتعرف تذاكر كويس، ما بتعرفش تستوعب كويس، عندك مشكله في طريقه المذاكره، تقدر تعمل حاجه في ثانويه عامه؟ تقدر. ثانويه عامه انتوا لما هتخشوها انسوا بقى ماضيكوا بتاع اي سنه تانية، اي بيزكس، اي حاجه انتوا عارفينها اصلا كده كده لو محتاجينها في ثالثه ثانوي المدرسين بيدوها لكم في شهر 9 وما بيبداوا بدري عشان يدوكوا الحاجات التاسيسيه. انسى ان انت اصلا كنت شاطر طول عمرك، انسى ان انت كنت فاشل طول عمرك، لان بجد في الثانويه عامه احنا في الاول كلنا زي بعض، في الاخر هو بقى اللي بيتحدد انت مين فيه. بالنسبه لي كانت مرحله صعبه، لان انا كان كل اهلي حاطين اعتمادهم عليا ان بسنت هتعمل حاجه محطلتش، بسنت هيجيب رقم كبير، بسنت الحمد
الكليه ما جبتش الرقم اللي هما كانوا فاكرينه خالص يعني عشان انا محدش توقعني. اكيد انا كنت مهششه نفسيا اول ما عرفت النتيجه اول ما سمعت كده، ولكن بدات افوق اللي هو لا خلاص ماشي هو ده اللي انا جايباه يعني. وهوريكم الفرق بين ماما وبابا في استقبالهم للنتيجه بتاعتي. فكل الناس اللي بتسال بقى الموضوع مقلق ولا ضج على الفاضي، لا ضج على الفاضي وعلى الفاضي قوي كمان. هل ده معناه ان انا ما احاولش اعمل حاجه في ثانويه عامه؟ لا 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 طبعا احاول، لان هي هتفرق في حياتي كتير. ما تخافوش بجد، ما تخافوش. اللي بينجح ثانويه عامه هو اللي داخل بقلب جامد وهو اللي عنده هدف. هل معنى كده ان احنا ما نخرجش ما نتفسحش ما نعملش؟ لا نعمل، بس بجد حاولوا تقللوا بشر، لان البشر هتلاقوا بقى ايه حوارات 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 ما بتخلصش. معلومه برده ثانيه، لما تذكروا حاجه حتى لو صاحبكم ده مين اقرب حد ليكم بتثقوا كده، لما تذكروا حاجه او تخلصوا حاجه بس نروح ايه يا جماعه انا ذاكرت، قالوا انا ذاكرت وخلاص مش عارف ايه انا ذاكرت صح فمش عارفه ايه، بلاش بلاش تكذب. حد سالك خلاص ما تكذبش كده، لكن ما حدش سال بلاش، لان انا معرفش يعني انت نفسك ممكن تحسد نفسك. بلاش نتكلم في موضوع المذاكره والفهم والحاجات دي كتير، بس لو انت مثلا شايف انك تقدر تفيد غيرك بمعلومه انت عارفها اعمل كده. لكن قصدي ان اتكلم لمجرد الكلام ان انا ذاكرت انا خلصت انا عملت، بلاش بجد بتكلم كتير بلاش منه. ايه اللي بيميز السنه دي عن اي سنه فاتت؟ اللي بيميز السنه دي ان انتوا عمركم ما هتبقوا دخلتوا فيها زي ما طلعتوا منها. عمركم اكبر دليل مثلا حاجه عبيطه قوي عبيطه قوي، اللي يعرفني شخصيا يعرف ان انا بكره اللون الاصفر، بكرهه كره مش طبيعي يخليني ارجع بسبب قصه وانا صغيره دواء الانتينال كنت كل ما، فبجد انا ما كنتش بقدر ان انا اشوف اللون الاصفر خالص. بعد ما خلصت ثانويه عامه انا اشتريت ده، عارفه ان ده مش الاهبل قوي بس دي فعلا من الحاجات اللي غيرتني. انا تفكيري دلوقتي 100% مختلف، يمكن اكتر من 100% كمان عن اول ما دخلت الثانويه عامه. ناس هتعرفوها، ناس هتسيبوها، تفكير هتفكروا بيه، مبادئ هتغيروها في حياتكم ان شاء الله للاحسن